خيانة. شفت صاحبتك كماليا؟ شفت صاحبتك عملت فيا ايه؟ بتبلغ عني. اهدى بس يا حسين، هنعمل ايه بس؟ مش دي شقتها؟ وربنا ما هدخلها بيتها ده تاني، وهشمع لها البيت ده كله بالشمع الاحمر. بابا احنا عايزين نقولك على حاجة. قول في ايه؟ احنا يا بابي خايفين لحسن تضرب. ما انت لو ما قلتوش انا هضربكم برضو. اهدى اهدى بس يا حبيبي، اهدى يا حسين، قلت لك 100 مرة خلي الولاد تحبك. شايف شايف خايفين منك ازاي؟ هتقتلك كمالي، هتقتل وتقول لي اهدى. معلش يا حبيبي. عمر حاضر ماشي اهو. ها عايزين ايه قبل ما اموت؟ ومش هعمل لكم حاجه. طب احلف. وحياة ابو زحلف. ها ها ها. والله ما هعمل لكم حاجه. بصراحه يا بابي احنا اللي كتبنا الجواب بتاع التهديد وحطيناه قدام الباب عشان تشوفه. انتوا يا نهار ابوك اسود، ده انا كنت هعملها على نفسي وانا بقرا الجواب. وعملتوا كده ليه؟ ما انت يا بابا مش بتعمل حاجه غير اللي انت بتخوفنا، فقلنا نخوفك مره عشان تحس بينا. يا ولاد الحسين. ماشي. عموما يا ولاد انتوا ادتوني درس عمري ما هنساه في حياتي، وبعد كده مش هعمل لكم حاجه تاني ابدا. ايه ده حسين؟ ده في جواب؟ لا ما تهزروش تاني بقى الهزار التقيل ده. والله ما احنا يا بابي. احي ازاي نحط واحنا قاعدين قدامك دلوقتي؟ صحيح. احي تاني، اقري الجواب يا كماليا بسرعه. حاضر حاضر يا حبيبي. احي احي تالت. في ايه؟ دول بيهددوك يا حسين، انت عرفت هما كدك يا حسين؟ صوت عليا يا كماليا. يا لهوتي. فكرة جواب التهديد ده جابت نتيجة. برافو عليك برافو عليك يا سمورة، فكرة عبقرية. أنا اللي صيغت الكلام، إيه رأيك؟ صياغة ما حصلتش. أنا صايغ كبير أوي أوي. مفيش أصيغ منك. روحوا بقى ريحوا في شقتكم. ها؟ عشان إيه؟ ما نعملش زيطر هنا. طيب بقول لك يا سمورة، أنا بفكر إن إحنا يعني النهاردة نبات عندكم كمان، لأن الشقة مهدلة قوي وعلى ما أجيب حد ينظفها وكده. نعم. أنت بتكلميني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومش سموره كان واقف هنا اتبخر ولا ايه؟ قفل في وشنا اول ما عرف انك انت عايزه تبات عنده تاني. بصراحه عنده حق، يا بخت من زار وغار. خرجوا.